العلاج المائي وفق اللي هو الإغريق واليونانيين يستخدم كينابيع ساخنة، كينابيع ساخنة وكبرك ساخنة للترفيه ولتغطية يعني تقليل الضغوط ولتقليل التوتر النفسي تبع المرض. المريض بيتبع لخصية اللي هي تقييم من فريق متعدد التخصصات. الفريق هذا بيحدد أهداف ومن خلالها بنحكم المريض ينزل أو لا. المية الآن حتعمل أول حاجة حتعمل تقليل لوزن المريض، فبالتالي حتسهل عملية الحركة. الآن المريض عضلاته بتكون ضعيفة، فبالتالي ما حتقدر تعمل الحركة بالشكل المطلوب وفق الميكانيكية تبعتها، فبندور المية بتساعد الحركة هذه إنها تسير لأنه خفت وزن الجسم، فبالتالي سهلت الحركة. ممكن تساعدني إني أستخدم الماء كمسهل للحركة أو كمصعب، يعني أعمل على تقوية العضلات من خلال اللي هي خاصية لزوجة المياه.